لم يعد عالم الأعمال محتكرا فقط على الرجال، فالآن بفضل الأفكار المتجددة استطاعت المرأة أن تنافس في مجالات مختلفة وتضع بصمتها في سوق العمل. دور المرأة بشكل عام في التقنيات ضعيف جدا خصوصا باليمن، يعني نحن حابين ننمي التقنيات اللي فيه، مثلا معانا هنا الرسامة، الكاتبة، صاحبة مدونات، المصورة، البرمجية، هنا بحيث انهم عملنا هذه المنظمة كتعاون الجروب هذه من كل جروب. مجرد أفكار كانت عالقة في أذهان هذه الفتيات التي خضن تجربتهن الأولى في برنامج شبابيك، وهو المشروع الأول من نوعه يهدف إلى استقطاب الفتيات دون سن 22 لتقديم أفكار جديدة في مجالات العمل. عبارة عن فكرة جاءت في البداية إنه ليش نحتاج أصلاً ناس من برا، أو ليش نحتاج أصلاً دليل سياحي أو مرشدين، أو إنه نتعرض للاستغلال كوننا نحن أول مرة ننزل هذه المدينة. بعد مشاركة نحو 600 فتاة جرى قبول 50 مشاركة ليساهمن بأفكارهن التي تم صقلها بدورات تدريبية مكثفة أشرف عليها القائمون على مشروع شبابي الذي تنفذه المنظمة اليمنية للتنمية والحلول التقنية بالشراكة مع مؤسسة القدرة للاستثمار البشري في العاصمة المؤقتة عدن ضمن فعاليات برنامج التمكين الاقتصادي للفتيات في المجال التقني. داعمين إن شاء الله يعني يوفروا لنا يعني أكثر من أشياء ويدعموا هذه الفكرات، لأن المرأة بعد الحرب استوى في حالة يأس، الظروف ما تسمحش، التعليم مستوى متدهور، فهذه كهوايات بينهم خلق كونوا مشروع إن شاء الله يفيد المجتمع، وهذه المشاريع تقنية أكثر شيء. في ختام المنافسة الطويلة أمام لجنة التحكيم التي استعرض المشاركون معها أفكار مشاريعهم البسيطة جرى اختيار 3 مشاريع فائزة بالمركز الأول هي زوروها ومشروع شقاديفك تنفعك الذي يمثل صفحة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض المنتجات المصنعة من الأشياء التي أعيد تدويرها، بينما حصد المركز الثالث مشروع دير وهو موقع إلكتروني تسويقي آخر على شبكات الإنترنت يهدف إلى تحفيز الأفراد المتسوقين عبر الإنترنت للوصول إلى اهتماماتهم بسهولة. المشاريع التي يجري دعمها مالياً وتوفير كل ما يلزم من شبابيك وتنفيذها على أرض الواقع حيث يستطعن من خلالها المساهمة في تحسين مستوى دخلهن والمساهمة في ربط الاقتصاد الوطني للبلاد.